من واشنطن ينضم إلينا الآن الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل العباس. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. ما الذي دفع مئات المثقفين وأنت واحد منهم إلى إصدار بيان شديد اللهجة ينتقدون فيه التردي غير المسبوق في التعامل مع الحقوق والحريات العراقية بحسب وصفكم؟ شكرا على هذه الاستضافة. يعني واقع حقوق الإنسان في العراق، حرية التعبير التي هي جوهر الديمقراطية، في تراجع مضطرد مستمر. التقرير الذي عرضتموه قبل قليل عن والذي جاء من يونامي هو أحد الأدلة على يعني تغول السلطات على حق التعبير. حق التعبير يشمل أيضا من ضمنه الاحتجاج كما الانتخابات. طبعا على مدى أشهر طويلة حرية التعبير تتعرض لتآكل مستمر من جانب السلطات، من جانب المسؤولين. يتم الاستعانة دائما بقيم وعبارات مناهضة للديمقراطية لتقويض حرية التعبير، مثل احترام الرموز، الاستهانة بمؤسسات الدولة، التطاول على القضاء وغيرها. كل مؤسسات الدولة بنص الدستور العراقي هي موجودة لخدمة المواطن، لخدمة المجتمع. هي ليست مقدسة، هي ليست فوق النقد، وينبغي أن تتكيف هذه المؤسسات والمسؤولون فيها مع قيم حرية التعبير التي نص عليها الدستور العراقي. نعم. هذا أولا. وثانيا، ينبغي تفكيك منظومة القوانين الاستبدادية التي ورثناها من النظام السابق وتستخدمها مؤسسات الدولة لقمع حرية التعبير. يعني قانون 111، قانون العقوبات العراقي في 1969، يعاقب أي شخص تحت عنوان إهانة موظفي الدولة أو إهانة مؤسسات الدولة. كلمات الإهانة لا مكان لها في حرية التعبير في الديمقراطية. أما خرق مادي يصبح جرما أو حرية تعبير. طيب. وعند الشك نذهب إلى القضاء كي يقرر عبر رفع دعوة وحصول المتهم على حق الدفاع. نعم. ما مدى خطورة نقد المؤسسات العامة؟ البيان يشير إلى أن يعني من ينقدها بالتالي يلاحق قضائيا وقانونيا. طبعا الإشكالية هي هنا، أنه المؤسسات هي الطرف وهي الحكم. بمعنى أي عملية نقد تتعرض لها يتم تفسيرها عبر هذه المنظومة الاستبدادية على أنه تجاوز، على أنه تشويه سمعة، وتتم اتخاذ القرارات ويفصل الناس، من يتهم بمثل هذه السلوكيات يفصلون من عملهم، أحيانا يلاحقون، يهددون، فضلا عن إصدار أوامر القبض يعني على أساس مثل هذه الأشياء. حقيقة الوضع مقلق في العراق، ويعني هذا مستمر على مدى سنوات، لكنه الأشهر الأخيرة هذه في ازدياد. في سنوات الحرب الأهلية وفي سنوات مكافحة الإرهاب، وقوف المجتمع والدولة ضد الإرهاب، يعني لم تكن هذه يولى لها أهمية كبيرة باسم أولويات أخرى كبرى، لكنه الآن في ظل تراجع التهديد الإرهابي هناك سعي إصلاحي. الدولة تقول، الطبقة السياسية تقول إنها تريد أن تصلح، إنها ذاهبة نحو الإصلاح، لكننا نلاحظ في ظل دعاوى الإصلاح التي يطلقونها لا، هناك زيادة حقيقة في التغول على حق المجتمع في حرية التعبير، وعلى التجاوز على قيم دستورية أساسية وتعريفية في الدستور العراقي. العراقي يعرف في الدستور على إنه نظام ديمقراطي، والديمقراطية تعني حكم الأغلبية وحرية التعبير حصراً. الأشياء الأخرى تأتي عبر هذه كلها، فصل بين السلطات وما إليه يعني. لكن نلاحظ نحن الآن أنه فعلا تراجع واضح وكبير عن معنى الديمقراطية بما تعنيه من حرية التعبير منذ 2003 لحد الآن. طيب، بالحديث عن السلطات، يعني السلطات القضائية تقول إن الإساءة لها تفتح الطريق لهدم أحد أهم أركان الدولة العراقية. لك التعليق دكتور. يعني لا يوجد شيء اسمه الإساءة، هناك شيء في القانون اسمه القذف. أولا، من يعمل في الدولة، مسؤول في الدولة، سواء في السلطات القضائية أو في السلطات التنفيذية أو في السلطات التشريعية، هؤلاء مسؤولون، شخصيات عامة، من حق الناس
نقدهم في إطار أدائهم للمسؤولية عندما يشعر المسؤولون، وهذا ما ينص عليه القانون العراقي، عندما يشعر المسؤولون أنهم تعرضوا للقذف، أنه تم تشويه سمعتهم عمدا، بمعنى الذي قام بالفعل تعمد هذا، تعمد إعطاء معلومات كاذبة، هناك قانون يسمح للمسؤول برفع دعوى قضائية كي يثبت على الشخص أو على المتهم أنه لا. فعلا تجنى عليه أو قذفه، أسند تهمة له غير صحيحة وتحسم عبر القضاء. لا يمكن أن تكون أنت الطرف والحكم في نفس الوقت. هذا ضد معنى الديمقراطية، ضد الفصل بين السلطات، ضد حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور العراقي. كلمات مثل إهانة الرموز، التطاول على المؤسسات، التجاوز على المسؤولين وما إليه، هذه لا مكان لها في نظام ديمقراطي. أمامك القضاء وأمامك حرية التعبير، والقضاء يحسم الاختلافات بخصوص تفسير حرية التعبير، هل هذا الفعل ينطبق عليه حرية التعبير أم لا؟ طيب دكتور، يتزامن هذا البيان مع تقرير أممي يتحدث أن من تداعيات الإفلات من العقاب تزداد الاستهدافات بدواعي ودوافع سياسية، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ طبعا يا شاشة، الدولة في العراق معروفة تاريخيا، يعني يحسب لحكومة الكاظمي بخلاف الحكومات السابقة أنها أخذت بجدية موضوع تعقب الذين قاموا بمحاولات اغتيال أو الذين اغتالوا ناشطين واعتقلت بعضهم، المحاكمات لم تمضي كما يجب بخصوص كلهم، لكن يعتبر تطور مهم مقارنة بما كان يحصل في السابق، سكوت عام. لكنه أيضا الحكومة فشلت في ملف أكبر وأهم، وهو ملف يعني تعقب قتلة المحتجين الذي نص عليه البرنامج الحكومي بموجبه شكلت هذه الحكومة. طبعا هناك أسباب واضحة ومعروفة لهذا الأمر، وهو أنه الطبقة السياسية أجنحتها المسلحة حتى المؤسسات الرسمية دخلت في عملية القتل هذه، وبالتالي تعريضها للمحاكمة هي محاكمة لكامل النظام السياسي وللتواطؤ الذي فيه. فلا أعتقد هذه الحكومة تستطيع أن تجري يعني أن تمضي في هذه العملية. نحتاج إصلاحا سياسيا حقيقيا كي نصل إلى لحظة منع الذين قاموا بعمليات إجرامية من الإفلات من العقاب. الباحث والأكاديمي والدكتور عقيل عباس، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.